إيه لا شلون خدمتكم. تسلم تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رحب بالاخوان ابو سامر وابو حيدر من بابل وكل الاخوان اللي اجوا من محافظات واخوان المتقاعدين ابو حيدر حياك الله ابو علي ولقينا حج رشيد كلهم الاخوان اللي موجودين هنا متقاعدين الشيخ المتقاعدين طبعا حج رشيد بعد حج رشيد هذا الشيخ المتقاعدين هذا بكل كل موضوع هو موجود ان شاء الله. اولا يعني احنا ابو سامر ابو حيدر اسلفوا وكذا يعني كملوا الكلام كله ما يعني ما ظل بقليل بس انا احب اعرج على موضوع واحد خصوصا متقاعدي الداخليه الاخوان اللي سمعوا جاي يخابروني بخصوص شمول القوات الامنيه. اكو فرق الداخليه تختلف الداخليه ما لها علاقه بهذا الموضوع اللي من 2005 لحد ما اخذوا راتب تقاعد ما لهم علاقه لانه ما منحل هي الداخليه ما منحل اصلا هذا يحكي القوات الامنيه الدوائر المنحله الكيانات المنحله فقط خلي يسمعوني لانه صار التباس بالموضوع وناس ما فاهم الموضوع خلي يفهمون الموضوع زين. الداخليه ما لها علاقه بهذا الموضوع ولكن احنا اسناد وسند ربعنا وياهم اينما كانوا باي موضوع هم يسندوننا واحنا نسندهم او كل شيء احنا تعودنا صار لنا سنين نعمل سويه حقوق الداخليه حقوق الجيش حقوق الارامل حقوق المستفيد كل حقوق المتقاعدين احنا سوى انا عندي ما عندي انا اجي ويا ربعي لازم اساندهم لازم اوقف وياهم اني وربعي وجماعتنا كلهم هم بالمقابل كذلك هم يكفون ويانا باي موضوع يعني واحد يكمل الاخر ان شاء الله ان شاء الله. الحقوق حسب الماده اللي 35 بالقانون مو 35 يقول الحقوق العفو 33 الحقوق لا تسقط بالتقادم هذا حق قانوني بس جيب اللي يفتهم جيب الموظف اللي يفتهم اللي يعطيك حقك وفق القانون يحكي لك ضدك وفق القانون بس انت حقك يعوف القانون على صفحه ويحكي لك اياها بالعربي مالاتهم اللي يردوها يسووها اللي ما يردوها بكيفهم هذا مو صح. ثانيا الماده 5 من قانون التقاعد اللي هي من مهام هيئه التقاعد الماده 5 تحتم على هيئه التقاعد تقديم كل المقترحات حول قانون التقاعد والتعديلات هي من ضمن مسؤوليات هيئه التقاعد. هسه هم لا مقدمين المقترحات ولا مقدمين التعديل واحنا نركض نسوي بالتعديل من امنا هذه مو مسؤوليتنا هذه مسؤوليه هيئه التقاعد اليوم مو كمؤسسه هي مؤسسه متبنيه لحاله كل المتقاعدين اليوم هي وفق الماده 5 من القانون التقاعد رقم 9 تحتم على التقاعد تقديم المقترحات والتعديلات اللازمه بحقوق المتقاعدين تمام ولا لا ابو سامر هذا الموضوع مو من ضمن صلاحيتهم. هسه احنا نظل احنا نعلمهم شغلهم والله عيب والله العظيم يعني مسؤول قاعد على الكرسي ولابس قاط ورباط مع احترام الاشخاص ومن الكرام احنا من نحكي على شخص بعينه ولكن الخاطب مسؤول اينما كان مسؤول بين قوسين مسؤول ماكو شخص انا ما عندنا شخص انا بالموضوع ولكن هذا المسؤول من يقعد على الكرسي خليه يقرا القانون زين خليه يقرا القانون زين يقرا فقراته زين حتى يطبق القانون بصوره صحيحه مو العالم ما تاخذ حقوقه والله شنو القانون يقول هيك هو ما يفتن بالقانون ولا يعرف بالقانون هذا مو صحيح ان شاء الله احنا وياكم مستمرين يعني صار لنا سنين احنا ما نتعب ان شاء الله وتحياتنا لكل المتقاعدين اخوتنا وين اينما كانت المتقاعدين تفضل منه ابو حيدر من عندك كلام بعد ابو حيدر حبيب قلبي شلونك اخوي ابو علي 18 مره خابرتني والله ما وين